السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوعي السفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة تطوع في فيتنام، وكانت مقدمة حصريا عن طريق قناتنا، التقديم والقبول فيها عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها. ممكن نقدم لك لأي فرصة ومنحة أنت عايزها بشكل احترافي، أو ممكن تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدأ على بركة الله ونتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة. هي منحة تدريب صيفي في كندا، تمام؟ يبقى Training Summer ده اسم الفرصة بتاعت النهاردة اللي هي تدريب صيفي في كندا. الدولة اللي مقدمة الفرصة دي كندا، طبعا دولة يعني ناس كتير بتحلم بزيارتها وبأخذ تدريب فيها وبالدراسة فيها، فالفرصة بتاعت النهاردة فرصة مميزة جدا لتدريب صيفي في كندا. الجهة المانحة اللي مقدمة الفرصة دي، تمام، هي مؤسسة اسمها Create DEF، تمام، دي مؤسسة موجودة في كندا. المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة والفرصة دي موجهة لجميع الطلاب والخريجين، يعني متاحة للجميع، سواء انت بتدرس دلوقتي في مرحلة بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، سواء اتخرجت متاحة ليك الفرصة دي برضو. الدول المتاح ليها التقديم في الفرصة دي، جميع الدول متاحة للتقديم، يعني سواء أشخاص من الدول العربية، دول أفريقية، من أوروبا، من آسيا، يقدروا يقدموا الفرصة دي بكل سهولة. التمويل بقى، الفرصة دي بتتكلف بإيه؟ الفرصة دي ممتازة جدا، فيها يعني تمويل ممتاز. كل تكاليف السفر على المنحة، وتكاليف السفر بحد أقصى 1300 دولار كندي، يعني تكاليف السفر من حيث تذاكر الطيران، من حيث مثلا تنقلات الموجودة داخل كندا، لو هيبقى فيه أثناء التدريب تنقلات أخرى، كل تكاليف السفر وتكاليف التنقلات هتكون على المؤسسة بحد أقصى 1300 دولار كندي. كمان تكاليف الإقامة والسكن، إقامتك هناك والسكن بتاعك، يتم توفير سكن ليك كويس، سكن فندقي، تمام، وده هيكون مجانا من على المؤسسة. كمان هيتم توفير الوجبات ليك، وجبات الطعام هيتم توفيرها كمان من قبل المؤسسة 3 وجبات يوميا. بالإضافة كمان إن الفرصة دي هتسمح لك بقى إنك تزور كندا وتتعرف يعني على أشياء كتير، وتزور دولة من الدول القوية اللي ناس كتير بتحلم تزورها. طيب مدة البرنامج ده قد إيه؟ البرنامج ده مدته 4 أيام، تمام، 4 أيام فقط، بيبدأ من 19 مايو حتى 22 مايو 2020. يبقى البرنامج ده مش مدته شهرين ولا 3 ولا سنة، البرنامج ده مدته فقط 4 أيام هيتم أخذ فيهم التدريب ده. طب إيه هي مجالات التدريب أو البرنامج ده هيكون بيتكلم عن إيه بالظبط؟ البرنامج ده هيتم التدريب فيه في مجالات مختلفة زي العلوم والهندسة والرياضيات. وذكرت المنحة ان اي تخصصات اخرى مقبولة، يعني المنحة قالت لو اشخاص عندهم خبرة في العلوم والهندسة والرياضيات يقدروا يقدموا، ده يعني اللي هيكون التدريب فيه، ولو حضرتك متخرج من تخصص اخر او عندك خبرة في تخصص اخر برضو انت مقبول في التقديم للفرصة دي. طيب في كمان عندنا ملاحظة بقى هنا، المنحة دي زي ما كنا وضحنا هي متاحة للطلاب والخريجين، ولكن خلي بالك بقى من الشرط ده كويس جدا، بالنسبة للخريجين يجب أن يكونوا سوف يدرسون درجة علمية جديدة بحد أقصى آخر سنة 2020. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنت بتدرس دلوقتي في مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه تقدر تقدم، لكن لو حضرتك اتخرجت دلوقتي وما بتدرسش تشتغل مثلا، لازم تكون انت هتقدم على درجة دراسية جديدة بحد اقصى اخر 2020. يعني ما ينفعش انك تكون خريج وما عندكش نية الدراسة في اي درجة علمية قريبة،
تمام. ولكن انا عايز اوضح نقطه هنا برضو، ان المنحه ذكرت النقطه دي ولكن بدون وجود دليل. يعني المنحه ما قالتش ان لازم تجيب دليل انك لو شخص خريج انك لازم هتدرس قريب. المنحه فقط ذكرت انك تكون شخص خريج لو انت عايز تقدم، ولكن عندك نيه الدراسه لحد اقصى سنه او اخر سنه 2020. فبالتالي يعني الموضوع هنا مش بدرجه كبيره الشرط ده الزامي. يعني ممكن ان انت تكتب عادي انك عندك نيه الدراسه في المستقبل بحد اقصى اخر سنه 2020 انك تدرس درجه علميه جديده سواء ماجستير او دكتوراه. تمام، يبقى النقطه دي انا وضحتها، ولو في حد عنده سؤال بالنسبه للنقطه دي ممكن يحط لي السؤال بتاعه في كومنت وانا هرد عليه ان شاء الله. كمان بالنسبه للفرصه دي، هي متاحه لجميع الاعمار، يعني المينيمم للتقديم هو 18 سنه، فيما فوق بقى متاح، يعني ما فيهاش حد اقصى للسن. الاوراق المطلوبه للتقديم في الفرصه دي، ما فيش اي اوراق شخصيه مطلوبه، مش مطلوب منك صوره جواز سفر بقى، شهاده ميلاد، اي حاجه من الحاجات دي. مطلوب فقط حاجه واحده، هو خطاب التوصيه. تمام، مطلوب خطاب توصيه واحد يكون معاك، هو بس الاوراق المطلوبه. اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 9 مارس 2020، ده اخر ميعاد للتقديم، وهيتم اعلان الفائزين في الفرصه دي بتاريخ 30 مارس 2020. يعني هنا فرق الوقت صغير جدا، ودي ميزة، يعني لان انت مش هتنتظر وقت طويل قبل ما تعرف اذا كنت مقبول او مرفوض، يعني 20 يوم فقط بعد انتهاء التقديم وهيتم اعلان الفائزين فقط. طيب انا هنا حطيت لكم بقى لينكين، اللينك الاول ده اللي فيه ابلكيشن التقديم عشان تقدم للفرصة، واللينك التاني هنا اللي فيه الاعلان الرسمي للمنحة اللي بيوضح كل التفاصيل اللي انا ذكرتها ولكن مكتوبة باللغة الانجليزية. خلينا كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي، هتلاقوا كل التفاصيل اللي تم ذكرها وشرحها باللغه العربيه هنا، هتلاقوها هنا موجوده باللغه الانجليزيه. تمام، كل التفاصيل هنا من حيث البرنامج بيوفر ايه، قال لك تكاليف السفر بحد اقصى 1300 دولار كندي، السكن، الطعام، كل شيء مكتوب هنا اللي هو هيتم توفيره. بالاضافه كمان ان في بعض الاسئله سؤال وجواب، المنحه ذكرها هنا، ممكن انت تخش على الاسئله والاجوبه دي وتشوف الاسئله الشائعه اللي المنحه جاوبت عليها، هتلاقوا هنا الاسئله الشائعه اللي المنحه جاوبت عليها. فهنا بيقول لك يعني هل المنحه دي متاحه بس للطلاب؟ فقال لك لا، اي شخص اللي هو عنده النيه للدراسه ماستر او دكتوراه يقدر يقدم برضه، يعني مش شرط مرحله البكالوريوس او الليسانس بس، لو انت حضرتك خريج وعندك النيه للدراسه لدراسه ماستر او دكتوراه تقدر تقدم، لو بتدرس ماستر او دكتوراه حاليا برضه تقدر تقدم. يعني المنحه ما حددتش الموضوع ده فقط. بالاضافه كمان للتخصصات، برضو المنحه ذكرت هنا ان اي شخص لو عنده اي درجه علميه اخرى او تخصص اخر او عنده اي نيه مثلا لدراسه مواد اخرى فبرضو يقدر ان هو يقدم للمنحه دي عادي من غير وجود اي مشكله. تمام، طيب ده بالنسبه للاسئله الشائعه وبالنسبه للاعلان الرسمي اهو. خليني بقى دلوقتي نعرف ازاي ممكن نقدم للفرصه دي. انا حطيت لكم لينك التقديم هنا، هتيجي تضغط على قدم الان عشان تقدم الفرصة دي، هيفتح معاك ويظهر بالشكل ده. الابليكيشن بسيط جدا، مش محتاج منك اي مجهود، مش محتاج منك اي تعب، ممكن 10 دقايق بالكتير او ربع ساعة لو انت فاهم الاسئلة اللي فيه تقدر تجاوب عليه بكل سهولة. طيب اول حاجة هو مطلوبة منك هنا انك توفر الايميل بتاعك، تحط الايميل بتاعك، وده مهم جدا لان ده الايميل اللي هيتم التواصل بيه معاك سواء اتقبلت او اترفضت، تحط الايميل بتاعك هنا. تاني حاجة لازم تركز بقى في الملحوظة دي، إن مطلوب منك خطاب توصية. تمام، ده بيقول لك هنا معلومات للأشخاص اللي هيقدموا، إنك تقدم الأبلكيشن كله بالكامل، يعني تملى الأبلكيشن كل المعلومات المطلوبة فيه، يعني أي معلومة موجود جنبها العلامة الحمراء دي يبقى ده حقل مطلوب إلزامي. تمام، ولازم تجاوب عليه. تاني حاجة بيقول لك اللي فيه ريفرنس ليتر، اللي فيه خطاب توصية مطلوب منك، وان لازم الشخص اللي عامل لك التوصيه هو اللي يبعته من الايميل الخاص بيه. يبقى حضرتك مفيش مكان عشان تحط فيه خطاب التوصيه هنا، وانما الشخص اللي عمل لك التوصيه، يعني انت اخذت خطاب توصيه مثلا من دكتور اكاديمي عندك في الجامعه مثلا او شخص صاحب عمل، فالشخص اللي هو عمل لك التوصيه لازم يبعت من ايميله الشخصي الخطاب ده للمنحه. طب يبعته ازاي؟ في طريقتين عشان يبعته، يبعته عن طريق بريد الكتروني برضو اخر اللي هو ده، حاطين لك هنا الانستراكشن بتاعتها، تقدر تبعت للايميل ده او تبعته طبعا عن طريق البريد للعنوان ده. طبعا عن طريق العنوان هيكون صعب جدا على اشخاص كتير يعني، فمن الافضل انك تبعته على الايميل، تبلغ الشخص اللي عمل لك التوصيه انه يبعت الخطاب للمنحه عن طريق الايميل ده
لحد اقصى 9 مارس 2020. تمام، اظن الحته دي مفهومه. طيب بعد كده بقى اول حاجه حضرتك تكمل بقى باقي الاسئله، تحط اسمك، اسم العائله، تحط السكن بتاعك فين، العنوان بتاعك، رقم تليفونك، الدوله الاقامه بتاعتك اللي هي السيتيزن شيب اللي هي زي الجنسيه بتاعتك، تحط الاستديو بتاعتك في كندا، هل انت مش مقيم في كندا ولا عندك فيزا كندا ولا طالب كندي ولا ايه بالظبط، فبتحط الحاله بتاعتك. تمام، بتحط بقى انت هنا الاندرجراديت يونيفرستي، الجامعه بتاعتك اللي درست فيها في مرحله البكالوريوس، او لو انت بتدرس بكالوريوس حاليا تحط اسم الجامعه. لو انت هنا جراديويت يونيفرستي، لو انت بتدرس في مرحله الماجستير او الدكتوراه تحط اسم الجامعه بتاعتك. تمام، لو ما بتدرسش بتسيبها فاضيه لان مش محطوط عليها العلامه الحمراء، يعني بالنسبه لطلبه البكالوريوس سيبها فاضيه. وهنا بتحط التخصص اللي انت بتدرسه في البكالوريوس او اللي انت درسته في البكالوريوس، وهنا نفس النظام بتحط التخصص اللي انت درسته في الماستر او الدكتوراه. تمام، وفي حاله البكالوريوس بيسيب النقطه دي فاضيه. هنا السنه اللي انت بتدرس فيها حاليا، لو انت طالب بكالوريوس بتحط انت بتدرس سنه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، خمسه او بلس 5، يعني اكتر من 5 سنين. الناس اللي بتدرس طب او مثلا تخصصات اخرى بتحتاج اكتر من 5 سنين، او بتقول بقى انا مثلا طالب ماجستير او دكتوراه او انهيت الماجستير او الدكتوراه، يعني انت بتختار حالتك من هنا. تمام، هل معاك ماجستير او دكتوراه ولا بتدرس حاليا في الدرجه دي، او برضو تقدر تختار من الجزء ده اذا كنت لسه بتدرس برضو ماجستير ودكتوراه. بالنسبه هنا كيورنت جي بي اي اللي هو الجي بي اي بتاعك، السكور بتاعتك. تمام، التوتال بتحطها هنا، وطبعا مش مطلوبه بشكل الزامي، مش محطوط عليها علامه النجمه الحمراء دي، فبالتالي انت مش مطلوب منك بشكل الزامي تحطها. بيقول لك هنا تاريخ المتوقع للتخرج، ممكن انت تتخرج امتى، لو انت بتدرس بكالوريوس او يعني ماستر او دكتوراه. تمام، ولو اوريدي بالفعل اتخرجت برضه بتحط التاريخ بتاعك، حتى لو كان تاريخ سابق بتحطه، لان المنحه حددت ان الاشخاص الخريجين برضه يقدروا يقدموا، فبالتالي ممكن تقدر تحط تاريخ جاي او تاريخ سابق. بالنسبه هنا بيقول لك التاريخ المتوقع، زي ما كنا قلنا ان بالنسبه للخريجين لازم يكون عندهم توقع هم عايزين يدرسوا الماجستير او الدكتوراه امتى، لو هم ما بيدرسوش درجه علميه حاليا يعني. تمام، فبالتالي انت حضرتك بتحط هنا التاريخ المتوقع بحد اقصى اخر سنه 2020 اللي انت ممكن تدرس فيه الدرجه العلميه الجديده بتاعتك اللي هي البكالوريوس اللي هي الماجستير او الدكتوراه. بيقول لك تحط كمان اسم الشخص اللي عامل لك التوصيه اللي هو هيرسل التوصيه ليك، تحط اسمه هنا. بيقول لك هنا تحط اسماء الكورسات او كل الدرجات العلميه اللي انت حصلت عليها، او تحمل الترانسكريبت بتاعك اللي هو كشف الدرجات. وهنا بقى السؤال ده المهم جدا واللي فيه يعني التركيز كله واللي عليه عمليه القبول، اللي هو البيرسونال ستيتمنت، الخطاب الشخصي اللي بيتكلم بقى على خبراتك، بيتكلم عن الخبرات، الابحاث بتاعتك، الاهتمامات بتاعتك، الخطط المستقبليه او الخطط المهنيه المستقبليه ليك. يعني ده خطاب ولازم تهتم بكتابته والاجابه على كل سؤال موجود هنا. تمام، في الاخر بقى بيقول لك هل انت هتحتاج سكن من الجامعه. تمام، فبتختار بقى هل انت محتاج سكن ولا هتقدر توفر السكن بنفسك. بالنسبه للوجبات بيقول لك ممكن تختار مثلا انت شخص بيحب نوع ايه من الوجبات تختار. وبالنسبه هنا لو عندك مثلا يعني تفضيلات اخرى مش متاحه هنا للوجبات اللي انت بتحب تاكلها، مثلا في اشخاص نباتيين، في اشخاص مثلا بياكلوا لحوم كتير، في مثلا يعني حالات خاصه، فبتكتب الحاله اللي عندك هنا او الطعام اللي انت يعني يجب اللي هو يتوفر لك تكتبه هنا. وهنا في اخر حاجه كومنتس، لو عندك اي اضافات عايز توضحها للمنحه، اي شيء اضافي مثلا عايز توضحه بشكل اكبر للمنحه تقدر تكتب الكومنت بتاعك هنا. وفي الاخر هنا بيقول لك لو عايز كوبي من الحاجات اللي انت هتجاوب عليها هنا نبعتها لك على الايميل، فبتعلم على العلامه دي. وبعد حضرتك لما بتجاوب على كل الاسئله دي تيجي في الاخر وتضغط على كلمه سبميت، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للفرصه او المنحه دي. الابلكيشن بسيط اهم حاجه، والاعتماد الكلي على الخطاب ده. طبعا احنا كفريق قناه منح من كل الالوان احنا بنجيب الفرص دي وبنعرضها ليكم، وتقدروا تقدموا من خلال شرح الفيديوهات اللي احنا بنعرضها ليكم، او تقدروا تقدموا من خلالنا، وبنقدم لكم يعني الابلكيشن بشكل احترافي وبنملى كل البيانات فيه بشكل ممتاز جدا.
كده انا شرحت لكم كل حاجه عن المنحه والفرصه دي. نرجع تاني ونقول المنحه والفرصه دي بتوفر حاجات ممتازه جدا، تكاليف سفر، تكاليف الاقامه، وجبات سفر وزياره كندا، يعني حاجات ممتازه جدا. في النهايه اتمنى لكم القبول والنجاح والتوفيق في الفرصه دي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.